السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الورد. اليوم أبها برد بعد مطر أمس. عموما اليوم عندي موضوع بدي أتكلم فيه، وموضوع ناس مستهترين فيه وهو مهم جدا. يعني مثلا بيت مال المسلمين، هذا اللي تجمع فلوس المسلمين فيه ويعطونا قروض، قرض عقاري، قرض بنك تسليف، قرض مشروع 300-500 ألف، قرض مشروع زراعي، قرض ناس ياخذون قروض ويعرف ان مشروعه فاشل ويجي ياخذ قرض ولا عاد يسدد، ولا ياخذ قرض عقاري ولا عاد يسدد، ولا ياخذ قرض مثلا زراعي كبير يقول ابغى انصب على الدوله، وياخذ وبعد ما يشتغل شوي ياخذ 5 مليون 6 مليون يقول ما عاد في مويه، ويروح عند الملك ويشحث ويطلب وانا فلست ويجيه اعفاء، وهو دخل اصلا بحيله يريد الحصول على هذا المال، ولا يشتغل في المزرعه بالشكل المطلوب، يصلح تمثيليه معينه، يتفق مع حقين بنوك التسليف الدولي حقه الدوله وينصب. وبناء عليه اساليب النصب كثيره، تنصب على مواطن، تنصب على الدوله، تنصب على بنك، وبعدين تجيب اعذار وتعرف انظمه الدوله والحكومه ومحامين، وبعدين تفلت منها. انت هذا المبلغ مثلا نقول اخذت 500 ألف مثلا، 500 ألف من احد البنوك، البنك التسليف، عملت مشروع وانت عارف مشروعك مفلس وتبغى تلهف بس الفلوس هذه. طيب ال 500 ألف هذه انت المفروض ترجعها على اساس انا استفيد منها بعدك، وبعد ما رجعها يستفيد منها سين وصاد وتستمر الدوره الاقتصاديه وتنفع البلد كله، يستفيد منها 50 ولا 100 مواطن سعودي. مشروعك اذا فشل خسرنا، خسرنا توظيف، خسرنا اللي يشتغلون بنى تحتيه، خسرنا اللي الكهرباء، خسرنا يعني سيخسر البلد بخسارتك ال 500 ألف. ولذلك لا تأخذ بيت مال المسلمين فتتحمل ذمة المسلمين كلهم، كلنا في ذمتك. يا من نصب على الدولة وأخذ من قروضها، أخذ من فلوسها وما سددها أو ما أعادها، أو لم يحركها داخل البلد عشان يستفيد أكبر قدر ممكن من الناس الموجودين في البلد. هذه ولذلك الموضوع جد خطير اللي يستغلون. يعني مثلا واحد يقول أنا الآن في منصب كويس وبقدر أخذ مناقصة ولا مناقصتين، ولا أقدر أضغط على مقاول ولا مقاولين. لو جلست في بيت أمك وأبوك كان جاك ذا الكلام، لكن الكرسي اللي أنت عليه سبب أن يجيك هذا الشيء، ولذلك هو حرام عليك. ستبني لحم أولادك ومستقبلهم من الحرام، ولا تتوقع أن الله يعني هو يمهل، وبيجي يوم ينسفك بسرطان وينسف عيالك ويطلعون ما هم كويسين بسبب الحرام اللي أخذته. لذلك تورعوا يا أصحاب الكراسي، تورعوا يا مدراء الشركات، تورعوا يا مدراء الإدارة الحكومية، يا وزراء، تورعوا الحلال، كل الحلال. راتبك 20 ألف هذا هو اللي لك، غيره ما هو لك، حتى الخدمات اللي بعدها ما هي لك. سيارة ترجع بدل النقل، انت تاخذ سيارة على حساب الحكومة، تاخذ نزعي الحكومة لازم تدفع، يسحب منك بدل النقل 1200 ريال، انت تاخذها حرام اذا اخذت هذا الحين. كل الخدمات المعطاة لك لازم لها مقابل. ولذلك الكثير من الناس يعجبوني برتبة لواء، برتبة عميد، يتورع من مال المسلمين. بيت مال المسلمين صعب، وتجيك احيانا مجموعة شلالية من ادارة فلانية وادارة فلانية، ثلاثة ادارات، اربع ادارات، يقولون ما نسرق من حق احد شيء، ارض فاضية. طيب انت الارض الفاضية بالمنصب اللي انت فيه استطعت انك تحصل عليها، لكن نحن المسلمين اللي احق بك منها، اللي انت معك 100 قطعة ارض وحنا ما معنا ولا ارض، احق منك بها، هذه حقة المسلمين. انت بهذا المنصب يتعاونون مجموعه من الادارات، من هنا من هنا، ثلاث دائما ثلاث ادارات هي العصابات اللي دائما تشتغل في سرقات الاراضي، وبعد ما تطلع عليها صكوك تبيعها بملايين علينا، تطلع الارض قيمتها 500-600 ألف، وهي المفروض انها لي مجانا من الدوله، المفروض انها لي ب 30 ألف 50 ألف عشان يمديني ابني واكون بشر ضمن ما يستفيد من بلاد المسلمين. لكن هؤلاء العصابات لا سمحهم الله، لا دنيا ولا اخره، هم يستحلونها لانفسهم ونحن لا نسمحهم ولا نعفيهم. المفروض كل مسلم الان يدعو عليهم ليل نهار ان الله يبلاهم بكل مرض وبكل سرطان. من يتمكنون من اشياء الدوله ليستغلونها لاشيائهم الخاصه ومن ثم يبيعونها علينا، وهي حق لنا مكتسب لنا بحكم اننا مواطنين في هذا. وكل شيء اللي غشنا في التجارة، اللي غشنا في الحليب، اللي غشنا في اللبن، اللي غشنا في الاسفلت، مشاريع الاسفلت سنتين ثلاثة قد خربانة، اتقوا الله، اقسم بالله انكم تاكلون حرام. يعني شركة ايطال كونسلت اللي اشتغلت خط الساحل جلس لمدة 50 سنة شغال، عقبة شعار الحين لها 50 سنة شغالة، تجي مش شركاتنا الوطنية الان تصلح اسفلت خلال سنة سنتين خربان وتقولون مسلمين؟ اقسم بالله انكم بعيد ابعد ما يكون على الاسلام والمسلمين، يا من تاخذون تلك المليارات ولا حتى تنفذون المشاريع على وجهها المطلوب. سنة سنتين قلنا في الصيانة، اتقوا الله، شوهتم الاسلام على المسلمين حقيقة بهذا الاساليب. نريد مسلم اذا اشتغل اشتغل صح، اذا عمل يعمل صح، لا يخاف الا الله، لا يخاف انه من جوع او من فقر. يا اخي انت معك مئات الملايين تكفيك وتكفي مئات الاجيال بعدك، ولكنها ستضيع وانت باقي حي، وستعود فقير وانت باقي حي، لانك غششتنا نحن المسلمين، ولن نعفو عنك. حتى لو فلت في الدنيا لن تفلت مع رب العباد اللي سيستنصر لنا وياخذ لنا كل ما سرق، ريال واحد لن نسمح فيه بحول الله.